بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس إسماعيل عمر قيله، الأخ رئيس الوزراء، معالي الأخ رئيس الجمعية الوطنية، الإخوة الوزراء، أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات، السيدات والسادة، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنقل لكم جميعا تحايا أخيكم فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير، وتحايا الشعب السوداني في هذا اليوم المشهود والمضيء الذي يشمخ فيه مسار العلاقات بين بلدينا الشقيقين، ونشهد فيه معكم افتتاح المستشفى العسكري الجيبوتي السوداني. هذا الصرح العظيم الذي تم إنجازه في ظروف استثنائية بعون الله تعالى، ثم بعزيمة من تصدوا لهذا المشروع الواعد الذي يشكل رمزا باهرا ويقدم أنموذجا ناطقا لمعاني التعاون والتكاتف بين الأشقاء. وهو إنجاز مفخرة لنا جميعا، إذ يسر على الإخوة الأشقاء في هذا البلد الحبيب تلقي العلاج داخل وطنهم، ويحول بينهم وبين معاناة السفر للخارج، بما يتيح المستشفى من خدمات علاجية متميزة. فخامة الرئيس، الحضور جميعا، إننا نعتز كثيرا بتطور العلاقات السودانية الجيبوتية التي شهدت في السنوات الأخيرة حراكا واسعا ونماء مضطردا. ففي مجال التعاون العسكري، تواصل الحضور المثمر للبعثة العسكرية السودانية إلى جيبوتي، بينما نشهد اليوم حضور بعثة عسكرية طبية من خيرة أبناء السلاح الطبي السوداني، فقد قدموا للعمل بهذا المستشفى يدا بيد مع أشقائهم من الكوادر الطبية في القوات المسلحة الجيبوتية. أما في مجال التعليم العالي، فقد تزايد عدد الطلاب الجيبوتيين في الجامعات السودانية، لا سيما جامعة أفريقيا العالمية التي صددت توجيهات الرئاسية لإدارتها بتخصيص 20 منحة دراسية إضافية للطلاب الجيبوتيين في شتى التخصصات الطبية، بغية توفير كوادر مؤهلة للعمل في هذا المستشفى العملاق. وإلى جانب ذلك، صدرت التوجيهات أيضا لاستيعاب الطلاب الجيبوتيين العائدين من اليمن الشقيق لإقبال دراساتهم في الجامعات السودانية. أما في مجال الأمن الزراعي، فإلى جانب المخصص من الأراضي الزراعية لجيبوتي، سوف نسعى لتخصيص مساحات إضافية بعد النجاح المشهود في استمرار تدفق الإنتاج من الأراضي الحالية في القضارف، وبخاصة في مجال إنتاج الحبوب الزيتية، لينعم أشقاؤنا بتصنيع الزيوت في بلادهم. ونتطلع معكم لنشهد مزيدا من الصناعات التحويلية في سياق هذا التعاون الناجح بإذن الله. فخامة الأخ الرئيس، الإخوة الحضور، إننا نسمن بمنتهى التقدير الدور الحيوي والمحوري الذي توديه جيبوتي في خدمة قضايا الأمة، باعتبارها بوابة حيوية لأفريقيا تتصدى لمهام غاية في الأهمية على سواحل المحيط الهندي وجنوب البحر الأحمر. هذا إلى جانب الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لبلدكم إسهاما كبيرا في خدمة قضايا القارة الأفريقية سلما وأمنا وتجارة وثقافة. نقول هذا وفي أذهاننا الدور الكبير الذي قامت به جيبوتي خلال الأزمة اليمنية، فقد فتحت أراضيها للأشقاء من اليمن
الذين اضطرتهم ظروف الحرب للمغادرة، كما نشيد بإسهاماتكم إسهام دولتكم الفتية ضمن التحالف العربي من أجل استقرار اليمن الشقيق. فخامة الرئيس، إخوة الحضور، إن السودان الذي يشرف أبناءه هذا اليوم الخالي تشهد الأوضاع فيه تطورات إيجابية. فعلى الصعيد القومي يشارف الحوار الوطني الذي بادر به الأخ رئيس الجمهورية على تقديم نتائج مداولاته التي انطلقت بثبات واقتدار منذ 4 شهور، وشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوداني وبخاصة قوى المعارضة والحركات المسلحة، وهي نتائج ظللنا نعلن دائما تمسكنا بها والتزامنا بإنفاذها من أجل خير السودان ومستقبل أهله. أما الأوضاع في دارفور فهي تشهد استقرارا ملحوظا وتنعم مشروعات تنموية كبرى، وقد شرع النازحون في العودة إلى قراهم ليسهموا في البناء والتعمير. وعلى صعيد علاقاتنا بإخواننا في دولة الجنوب فإن سبل التعاون تمضي من حسن إلى أحسن، بما أتاح لنا فتح الحدود لانسياب حركة التجارة. ويسعى فخامة الأخ الرئيس عمر البشير بجهود متصلة لإنهاء القطيعة بين الفرقاء الجنوبيين لينعم بلدهم بمزيد من الأمن والاستقرار، وإنها لسانحة طيبة نغتنمها لنشيد بالدور الحيوي الذي لعبته منظمة الإيجاد في الوساطة بين القوى السياسية بدولة الجنوب والتمهيد لاتفاق السلام الذي وضع حدا للصراع فيها. إن منظمة الإيجاد التي تتخذ من هذا البلد العزيز مقرا لها تبقى منظمات ذات تأثير إيجابي مقدر لحل معضلات النزاع في المنطقة، ولا نملك إلا أن نجدد لها التحية والتقدير. الأخ الرئيس، إننا إذ نمضي في السودان في نهج التصالح والسلام لا نرجو لأشقائنا في جيبوتي العزيزة أمنا وسلاما وازدهارا يماثل ما تنعم به من تجانس شعبها. فإلى مزيد من التوافق والنماء وفق الله وسدد على طريق الخير والرشاد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.